اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نشرح ويندوز 10 بشكل مركز ومهم ان شاء الله. في البدايه نحب ننوه انه هنالك واجبات في هذا الفيديو راح ننوه عليها لاحقا، وطبعا لابد انه تنفذون هذه الواجبات من خلال الويندوز، وطبعا تصورون هذه الواجبات بالموبايل وترسلون الصور لمعرف التليجرام اللي راح يتم ارفاقه في صندوق وصف هذا الفيديو. وطبعا بعد تقييم الواجبات راح يتم منحكم شهادة، هذه الشهادة راح تكون مترجمة باللغة الإنجليزية. ويندوز 10 يتكون من مجموعة مفاصل مهمة، راح نوزع هذه المفاصل إلى مجموعة أقسام. أولا راح نشرح سطح المكتب. سطح المكتب مهم جدا، وهو من أكثر الأمور اللي نحتاجها في الحاسوب. طبعا يحتوي على خلفية رئيسية، هذه الخلفية اللي هي باللون الأزرق، وطبعا هذه الخلفية نقدر نغيرها، راح نتعلم شلون نتحكم بالخلفية لاحقا. أيضا يتكون من الأيقونات، هذه الأيقونات اللي تشوفوها أمامكم هذه هي برامج. أيضا نقدر نضغط كليك أيمن راح تظهر لنا نافذة، هذه النافذة بها أمر مهم اللي هو رفرش، هذا الرفرش ممكن يعطينا إنعاش للحاسوب. ايضا عندنا هنا امر اللي هو نيو بمجموعه من الاوامر راح نشرحهن لاحقا، بالاضافه الى مجموعه من اوامر تعديل الايقونات. بالاسفل هنا عندنا شريط مهم اسمه شريط المهام. طيب هنا الشريط على اليمين، طبعا اذا كان النظام انجليزي على اليمين عندنا هنا الوقت، وعندنا هنا مجموعه من الاوامر، وعلى اليسار عندنا هنا زر مهم جدا اللي هو اسمه ستارت، هذا الزر ستارت ايضا راح نشرحه بكافة تفاصيله. عندنا من ضمن الازرار هنا زر اسمه This PC او Computer، هذا اللي هو علامته جهاز الكمبيوتر. عندما اضغط عليه دبل كليك ايسر بهذه الطريقة راح ينفتح لي هنا مجموعة من الاجزاء، طبعا هذه عبارة عن خانات ممكن نخزن بها بيانات. من ضمن هذه الخانات خانة مهمة اللي هي السي، طبعا السي بها النظام وبها مجموعة من الأوامر أيضا راح نوضحها إن شاء الله لاحقا. عندنا هنا مثل هذا الجزء وهذا الجزء، هذين الجزئين هن مجلدات. المجلدات هو عبارة عن حافظة، هاي الحافظة ممكن نخزن بها بيانات سواء كانت النصوص، بيانات نصية، أو ممكن نخزن بها صور، فيديوهات، ممكن نخزن بها برامج، ممكن موسيقى، ممكن نختار أمور عديدة نخزنها بهذه الفولدرات. طيب كيف ننشأ الفولدر؟ طبعا توجد عدة طرق، أسهل طريقة أضغط كليك أيمن بالفراغ، طبعا الكليك الأيمن ما أضغط عليه هنا على البرنامج ولا أضغط عليه هنا بالأسفل، أضغط عليه هنا بهذه المنطقة الفارغة كليك أيمن وأروح إلى الأمر نيو، ومن ثم أجي إلى فولدر. طبعا راح يتم وضع اسم افتراضي اللي هو نيو فولدر، وهذا الاسم هو مظلل باللون الأزرق. بما أنه مظلل باللون الأزرق أضغط على الديليت، المفتاح ديليت من الكيبورد، وطبعا أكتب. إذا أنا أريد أكتب باللغة الإنجليزية هنا بالأسفل عندي هنا حرف عين، أغيرها إلى إنجليش، أباوع أنه الكيبورد راح يتغير إلى إنجليزي. أو أريد أكتب عربي أجي هنا العين أغيرها إلى عين وأختار عربي، وأكتب مثلا أرشيف بهاء. طيب فإذا الواجب الأول هو كل شخص ينشئ لي فولدر ويسميه أرشيف واسمه، يعني أرشيف بهاء، أرشيف علي، أرشيف محمد، وطبعا يلتقط صورة لهذا الفولدر، وطبعا يحتفظ بهذه الصورة حتى يجمعهن مع بقية الواجبات اللي راح ننوه عليهن لاحقا. فإذا هذا هو أول واجب بهذا الفيديو. طيب طبعا عندي هذا الفولدر أقدر أنقله بأي مكان بسطح المكتب، أحركه من خلال أضغط عليه كليك أيسر وأنقله، إلا إذا أني عندي هنا خيار عندما أضغط كليك أيمن فيو، عندي هذا الخيار اللي هو أوتو أرنج. الأوتو أرنج راح يرتب لي الأيقونات بشكل أوتوماتيكي بحيث ما أقدر أتحكم بالأيقونات. إذا أني أريد أنقل الأيقونات أضغط كليك أيمن فيو وأتخلص من الخيار اللي هو أوتو أرنج حتى أقدر أتنقل بالأيقونات. هذا فيما يخص سطح المكتب. فقط عندنا تغيير الخلفية، طبعا عندنا مجموعة من الخلفيات الجاهزة، نضغط كليك أيمن ونختار هنا Personalize، الأمر اللي هو Personalize،
راح تظهر لي هذه النافذة، وهنا طبعا مجموعة من الأيقونات بإمكاني أنه أختار الأيقونة المناسب. مثلا راح أختار هذه الأيقونة وأخرج من هنا بهذه النافذة اللي هي X. بشكل مباشر راح تتغير الأيقونات الخاصة بسطح المكتب. نعيد الأمر، نضغط هنا كليك أيمن Personalize ونختار الأيقون أو الخلفية اللي احنا نريدها. أيضا إذا عدنا صورة ممكن نغير هذه الصورة بحيث تكون خلفية لسطح المكتب، والطريقة سهلة إن شاء الله راح نشرحها لاحقا. عندنا قائمة ستارت، هذه قائمة ستارت إذا أجي أضغط عليها بها مجموعة من الأوامر. هنا أنا عندي إكسبلورر، هنا أنا أكثر الأوامر أو أكثر البرامج اللي هي فتحا راح يخلي إياها بهذه المنطقة. هنا أنا على اليسار إذا لاحظ هنا أنا عندي شريط، هذا الشريط عندما أنزله للأسفل راح يطلع لي مجموعة من الملفات. هذه الملفات هي البرامج المنصبة مع الويندوز. يعني إذا أجي هنا أضوع، هنا عندي مجموعة مثلا من الأوامر، مثلا هنا عندي دارت، مثلا هذا برنامج اللي هو دارت خاص بلغة دارت. طبعا ممكن أنت ما عندك هذا الدارت، أنا منصبه هذا الدارت، مثلا هذا البرنامج مثلا، او مثلا عندنا هنا الجافا، ممكن انت ما عندك هذا الجافا، ممكن عندك غير برنامج، وهكذا. هنا كل برنامج بمجموعه مقسم ليهن الى فولدرات، يعني مثلا هنا عندنا مايكروسوفت اوفيس. طيب فاذا هنا عندنا مجموعه من البرامج، يعني في حال اني برنامج منصبه وما لقيته هنا بسطح المكتب، اجي هنا بقائمه ستارت بهذه المنطقه انزل الى الاسفل. طبعا ممكن انزل بالرول الخاصه بالماوس، ممكن انزل من خلال هذا الشريط، راح القى هذا البرنامج بهذه المنطقه بشكل مؤكد. ايضا بامكاننا انه نطفي الحاسوب ونعمل ريستارت ونعمل سليب من خلال قائمة ستارت. طبعا يا اما اجي على ستارت ومن ثم اضغط على هذا الخيار، او اجي اضغط هنا كليك ايمن على قائمة ستارت، كليك ايمن، وعدي هنا شت داون اور ساين اوت بهذه المنطقة. طبعا اذا الاحظ هنا عندما اجي اضغط كليك ايمن كل امر هنا بسهم، يعني اكو باضافات. عندنا هنا ساين اوت، سليب، شت داون، ريستارت. ريستارت يعني راح تطفي الحاسوب وشغلها، شت داون راح تطفيها بشكل نهائي، سليب راح تخليها بشكل سبات اذا انا اريد يعني اروح لمكان معين، وطبعا الساين اوت تخرج لي من النظام، يعني اقصد الحساب الاكاونت. طيب هذه كل الامور المهمه بقائمه ستارت، ما اعتقد بها فد شيء مهم بعد اكثر. عندي هنا البحث، بامكاني انه ابحث على شيء معين موجود بها الحاسوب، ممكن ابحث عليه حتى اوصل له بسهوله. طبعا هذه البرامج ممكن ما موجوده، يعني انا نزلتها، يعني اذا اجي هنا مثلا اختار انبن، مثلا عندي هذا المتصفح اللي هو فايرفوكس اريد اخليه على شريط المهام، اجي اسحبه واخليه هنا. طبعا هذه مجموعه من البرامج انا مخليها حتى مباشره اوصل له. طيب ممكن واحد يقول زين هو موجود على سطح المكتب، ليش انا اخليه هنا بالشريط؟ طبعا في حال لو انا فاتح الماي كمبيوتر، هذه الماي كمبيوتر، ما راح القى الاكسبلورر، بس الشريط راح يبقى ثابت، فاقدر هنا بالشريط بشكل مباشر اوصل له. فيما يخص الماي كمبيوتر، نفتح الماي كمبيوتر، هذه الماي كمبيوتر طبعا بها مجموعه من الاوامر، بها هنا عندنا البارتيشنات الدي والاي والاف، انا طبعا مسميهن هذه البارتيشنات بالاسماء اللي انا اريدها، مثلا ارشيف، برامج، بامكاني اغير اسمائها من خلال اضغط كليك ايمن ورينيم، هنا أنا اغير الاسم. هنا أنا عندي مجموعه اللي هي الداونلود والدوكيومنت، طبعا هنا الداونلود الملفات المحمله من الانترنت دائما تكون هنا بالداونلود، والدوكيومنت اللي هي المستندات، اكثر الملفات اللي انا احفظها، ممكن يعني مثلا احفظ ملفات وورد، ملفات يعني اكسل، دائما تكون هذه الملفات محفوظه بالمستندات. هذا الفولدر لو حبيت اغير اسمه اضغط عليه كليك ايمن واجي الى رينيم، الخيار اللي هو رينيم راح يظلل الاسم القديم باللون الازرق، امسحه وراح اكتب مثلا بهاء. بعدها حتى اكد الاسم اضغط على انتر راح يتاكد الاسم. طيب هذا الفولدر لو حبيت احذفه اضغط عليه كليك ايمن وديليت، او اسحبه واخليه بالسله، سله المهملات. سلة المهملات لو حبيت أرجع هذا الفولدر أفتح سلة المهملات بهذه الطريقة، أنتظر طبعا،
واشوف الفولدر اللي انا حذفته. طبعا انا هواي حاذف امور بالسله، فحتى اشوف ان الفولدر مو موجود هنا، حتى اخلي الفولدر يكون موجود اجي اضغط هنا كليك ايمن واجي الى جروب باي، هنا جروب باي اضغط عليها واختار ديت ديليت يعني تاريخ الحذف. هنا راح يفرز لي اياهن، راح يخلي لي الملفات المحذوفه بالاخير، يعني اخر شيء انا شنو حذفت، حذفت بها هذا بها، حتى ارجعها اضغط عليه كليك ايمن واضغط على ريستور، راح يرجع الملف هذا رجع لي كما هو. فقلنا حتى نحذفه نضغط كليك ايمن ديليت او اسحبه واخليه الى السله. عندي ملفات مهمه بالسله انا حاذفها وما اريدها نهائيا، اريد اتخلص من عندها. اضغط كليك ايمن هنا على السله واختار امبتي ريسايكل بن، راح تظهر لي هذه النافذه للتاكيديه، اضغط على يس حتى اكد الامر. طبعا اذا نجي نفتح هذا الفولدر، مثلا هذا فولدر اللي هو فولدر الصور، راح لاحظ بمجموعة من الأوامر هنا بالأعلى، وطبعا به هنا صورتين. في حال هاي الصورتين يعني مكانا بهذه الطريقة، ممكن يكون بهذا الشكل، بهذا الشكل صغار. طيب عندنا هنا فوق مجموعة من القوائم، من ضمن هذه القوائم هوم، وعندنا فيو. قائمة فيو بها مجموعة من الطرق، طرق لعرض الصور. عندنا هنا اكسترا لارج راح يعرض لي اياهن بصور كبيرة. عندنا هنا لارج، وعندنا طبعا ميديوم، وعندنا هنا ديتلز يعرض لي معلومات. بحال لو لقينا الصور بهذه الطريقة نضغط على اكسترا لارج او لارج راح يعرض لنا الصور بهذه الطريقة. طبعا هذا فيما يخص تول. فيما يخص هوم عندنا هنا ايضا مجموعة من الاوامر، ايضا نقدر هنا بقائمة نيو فولدر نقدر ننشئ فولدر، مثلا يعني ممكن اسمي هذا الفولدر بها، يعني اقدر يا اما هنا كليك ايمن نيو ومن ثم فولدر واسميه علي. طيب ملاحظة، ما اقدر اسمي فولدرين بنفس الاسم، يعني ما اقدر هنا اسوي فولدر اسميه بها، ما ممكن. ليش؟ وراح يعطيني امر يقول لي فولدر بها موجود. طيب هذا الفولدر حتى احذفه يا اما اضغط عليه كليك ايمن واختار ديليت، يا اما من هنا قائمة هوم احدد الفولدر وعندي ديليت. طيب اذا عندي هنا نيو فولدر وعندي ديليت وعندي هنا الامر اللي هو كوبي وبيست وكات. طيب شنو يعني كوبي؟ عدي هذه الصورة أريد أخليها بهذا الفولدر، وهذه الصورة أريد أخليها بهذا الفولدر، أريد أوزعهم. أضغط على هذه الصورة الأولى كليك أيمن وأختار كوبي، وأجي أفتح هذا الفولدر أضغط كليك أيمن وأختار بيست، راح تجي الصورة هنا. ألاحظ أن الصورة هنا أنا مصغرة، أجي على فيو وأختار لارج آيكون. عندي من هذا الخيار أقدر أتراجع. طيب هذه الصورة صارت نسختين، نسخة موجودة هنا ونسخة موجودة هنا. إذا أنا أريد أنقلها نهائياً، يعني أنا مثلاً عندي فلاش وهذا الفلاش بمعلومات وأريد أنقلها من الفلاش، شنو أسوي؟ ما أختار كوبي، أضغط كليك أيمن وأختار كات. فإذا الخيار كات راح ينقل لي الجزء من الأصل ويودي لي للمكان المطلوب. أريد أخلي بهذا الفولدر كليك أيمن وأختار بيست. إذا أجي هنا ألاحظ أنه هذا الجزء ما موجود. هنا عندي جزئين موجودات، هذا الجزء أقدر أحذفه، أقدر أخليه مثلا هنا. هسه أريد هاي الصورة أنقلها من هذا المكان أخليها بداخل هذا الفولدر. قلنا يا أما كليك أيمن ونختار كات، يا أما نجي على هوم ونحدد الصورة ونختار كات بهذه الطريقة. أجي إلى هذا الفولدر وأضغط على بيست، هنا راح تجيني هذه الصورة. ممتاز. عندي هسه ملفين، هذا الملفين موجودات بهن مجموعة من الصور. تعرفنا على الأمر كوبي وبيست وكات وديليت، وعندنا هنا الأمر فولدر. أيضا عندنا هنا الأمر رينيم. إذا عندي هذا الملف علي أرد أسميه بالإنجليزية علي، أحدده وأضغط على هذا رينيم راح يطلع لي هنا الاسم. أجي أضغط على ديليت وأغير من هنا من حرف العين إلى إنجليش، وأكتب مثلا علي بالإنجليزية ثم أنتر. جيد جدا. طيب عندي هذه الصورة، مثلا هذه الصورة أريد أسويها خلفية لسطح المكتب، هذا سطح المكتب وهذه الصورة طبعا راح أريد أخليها خلفية. طبعا هذا المجلد حتى أخفيه
واروح لسطح المكتب اضغط على هذه علامة الناقص راح ينخفي، اجي اضغط هنا بعدين حتى ارجع له اضغط على هذا الخيار راح يرجع. حتى اسوي هاي الصورة خلفية اضغط عليها كليك ايمن واختار set as desktop background. اذا اجي هنا اخرج الاحظ انه راح تصير خلفية لسطح المكتب. انا هذه ما اريدها الخلفية، اريد ارجع الخلفية الاصلية، اضغط كليك ايمن personalize ومن ثم اختار الخلفية اللي انا اريدها بشكل مباشر راح ترجع الخلفية. عندي هنا فولدر هذا راح احذفه delete، وراح اسوي فولدر جديد، هذا الفولدر راح اسميه بهاء، وطبعا بالعربية بهاء، وهذا الفولدر اريد اسوي بيه ارشيف، هذا ارشيف اخزن بيه الملفات. راح اسوي فولدر اسميه صور، فولدر اخر اسميه الفيديو، وفولدر اخر اسميه الصوت، وهنا ملفات متفرقة بهذا الشكل. اريد اكبر حجم الفولدرات، راح نجي على View Large. لاحظ هنا أنا عندي مجموعة من الفولدرات، هذه الفولدرات هي عبارة عن أرشيف أقدر من خلالها أخزن الملفات. الصور راح أخزنهن بالصور بفولدر الصور، أفتح هذا الفولدر وطبعا منك أخذ كوبي أو كات وأضغط هنا بس راح يجن بالصور متفرقة، الملفات المتفرقة خليهم بملف متفرقة، الفيديو أخزن بالفيديو والصوت أخزن بالصوت. أيضا هذا هو واجب، يعني بعد ما تسوون هذا الأرشيف تلتقطون صورة بهذه المنطقة صورة وتضاف إلى صور بقية الواجبات حتى ترسلون الواجبات كلهن سوية. هذا الأرشيف طبعا مهم جدا وضروري نتعلمه. هذه البرامج اللي تشوفوها أمامكم، لو حبيت أحذف واحد من البرامج، أي برنامج مثلا هذا البرنامج اللي تشوفوه أمامكم هذا، لو حبيت أحذفه إذا أجي أضغط عليه هنا كليك أيمن وطبعا ديليت راح ينحذف فقط من سطح المكتب، ما راح ينحذف بشكل نهائي من الحاسوب. البرامج تختلف عن الصور والملفات، هذه البرامج لها طريقة خاصة بالحذف. وطبعا في ويندوز 10 افضل واسهل طريقة للحذف، اجي الى قائمة ستارت بهذه المنطقة واضغط على هذا الخيار اللي هو السيتنج، اضغط على السيتنج راح تظهر عندي هذه النافذة، اجي هنا الى ابس يعني التطبيقات، راح انتظر الى ان تظهر عندي كل هذه البرامج. طبعا هذه البرامج هي كلها المنصبة عندي بالحاسوب. انا عندي برنامج اريد احذفه اللي هو برنامج ريموف، اجي اشوف البرنامج وينه، طبعا اجي ادوره بشكل دقيق حتى اشاهده بشكل سهل. طبعا هذا هو البرنامج اللي هو ريفو انستولر، طبعا هذا البرنامج انا اريد احذفه، اجي اضغط عليه هنا كليك ايمن او اجي اضغط عليه هنا كليك ايسر وليس ايمن عفوا، واجي هنا الى الخيار انستول يعني عدم التنصيب او حذف، يعني بعد ما نوصل لهاي النافذه ندور على الخيار اللي احنا نريده ونخليه نجي نحذف برنامج اخر، مثلا هذا برنامج راح ارجع له، اضغط عليه هنا كليك ايسر واختار ان انستول، انتظر هنا راح تطلع لي هاي الرساله التاكيديه، اختار ان انستول، انتظر شويه اكو نافذه بها يس ونو، اضغط على يس وانتظر حذف البرنامج راح يتم حذفه بشكل سهل. هل تريد الغاء التثبيت؟ يس. طبعا هنا أنا اضغط على يس. طبعا كل برنامج طريقه حذفه شويه يعني بها خطوات تختلف عن الاخر ولكن هي متشابهه. هنا راح يطلب من عندي إعادة تشغيل الحاسوب وراح أضغط على نو، طبعا لأن أنا جاي أشرح أنتم ضروري أن تضغطون على يس حتى يعيد تشغيل الحاسوب بشكل أفضل وتم عملية الحذف بشكل كامل. عملية حذف البرامج سهلة جدا وبسيطة، نقدر من خلالها نحذف أي برنامج بنفس هذه الطريقة. عندي هذا الفولدر لو حبيت أحذفه أو أخليه أنا راح أخليه بهذه المنطقة. طبعا عندنا ادوات مساعده، هاي الادوات المساعده موجوده ويا الويندوز ممكن نحتاجها وممكن نستفاد من عندها بشكل كثير. من ضمن هذه الادوات اداه اسمها سنابينج تول، اذا اجي هنا بالكيبورد هذا بالبحث اغير انجليزي واكتب سنابينج اس ان اي
فقط هاي سنابينج تول، هذه الاداه اللي هي علامتها مقصفه، فقط اكتب SNI راح تظهر لي هذه الادوات. من ضمن هذه الادوات اول خيار اللي هو السنابينج تول، اضغط عليه كليك. هذا الخيار يستخدم لعمل سكرين للشاشه. شلون اعمل سكرين للشاشه؟ فقط اجي اضغط هنا على نيو بهذه الطريقه على هذا المقص، راح يتحول لون الشاشه الى لون باهت، ويتحول الماوس الى علامه زائد، راح يقول لي هنا ارسل او ارسم المنطقه اللي تريد تسوي لها سكرين، تريد تسوي بس لهاي المنطقه، تريد تسوي لكل الشاشه. انا راح اسوي سكرين الى كل الشاشه، فراح اجي ارسم على كل الشاشه. نعيد، نجي هنا راح نرسم لكل الشاشه، راح الاحظ هنا راح يصير عندي سكرين لكل الشاشه. راح يقول لي هنا احفظ هذا السكرين، لازم تحفظه. شلون احفظه؟ اجي الى فايل واختار سيف از هذا الخيار، وطبعا راح يقول لي هنا اي مكان انت تريد تحفظ السكرين. انا راح اختار ديسكتوب بهذه المنطقه، هذا اللي هو علامه الديسكتوب. ديسكتوب يعني سطح المكتب اللي شرحناه لاحقا، وراح احفظه بالمجلد بهاء بالخانه صور. وطبعا اقدر هنا اسميه بالاسم اللي اريده، مثلا سكرين، او بالعربي نغير سكرين هذه المنطقه، ومن ثم سيف. حجي اخرج هنا، اجي الى بهاء، راح الاحظ انه عندي هنا مثل ما تلاحظون صوره للسكرين. طيب لو انا حبيت اخذ سكرين لهذه النافذه حتى اخليها من ضمن الواجبات، سهله جدا. اضغط على سنابينج تول هنا بهذه المنطقه، سنابينج تول، واجي الى نيو بشكل مباشر، راح التقط وهذه احفظها من خلال انه اروح الى قائمه فايل سيف از، وراح احفظها وين؟ بالديسكتوب، ومن ثم بالفولدر بهاء بالصور، وممكن اسميها سكرين 2، او مثلا ممكن تكون واجب 2، ومن ثم سيف. اخرج من هذه الاداة، الاحظ انه عندي هنا بالصور سكرينين او صورتين، اذن الصورتين انا سويتهن من خلال اداة التقاط الشاشة. طيب حتى انشئ ملف اوفيس جديد، اجي اضغط كليك ايمن ومن ثم نيو، ومن ثم اختار مايكروسوفت اوفيس وورد دوكومنت. راح اجي احذف الاسم القديم، وراح اكتب اسم جديد مثلا ملف الواجب الاول مثلا، اضغط انتر، راح ينشئ لي ملف. هذا الملف هو ملف اوفيس. اذا اجي هنا اضغط كليك ايمن نيو فولدر، عندي هنا فولدر مجلد، وعندي هنا ملف. شنو الفرق بين هذا الفولدر وهذا الملف؟ هنا هذا الفولدر هو عباره عن حاويه، هاي الحاوية ممكن نخزن بها مجموعة من البيانات، أما الملف هو عبارة عن مستند، هذا المستند ممكن نكتب به كتابة معينة. طبعا برنامج وورد تم شرحه بالكامل، سهل جدا هذا البرنامج، وطبعا نقدر نكتب الاسم اللي احنا نريده، مثلا بسم الله. نقدر طبعا نضلل ونخليه بالتوسيط، نكبر الحجم، وطبعا ممكن لون احمر. عندما اخرج راح تظهر لي هذه النافذه، هل تريد حفظ التعديلات على هذا الملف؟ اذا اجي اضغط على حفظ، راح يتم حفظ التعديلات على هذا الملف. اذا اجي افتحه هنا راح القى التعديلات محفوظه. حتى لو اني اطفي الحاسب واشغلها راح تبقى التعديلات محفوظه. اذا اجي هنا اعدل على الملف تعديلات اخرى، انتظر قليلا، طبعا احذف هذه النافذة، راح انزل انتر واكتب مثلا الواجب الاول مثلا. عندما اخرج واختار عدم الحفظ، ما راح يتم حفظ التعديلات. اذا اجي افتح الملف راح ابقى على نفس التعديلات القديمة بهذه الطريقة، ما راح يتم حفظ التعديلات القديمة. أول اختصار هو التبديل بين التطبيقات المفتوحة. طيب لو احنا فاتحين مثلا الفوتوشوب، وفاتحين مثلا المايك كمبيوتر، ومثلا مفتوح متصفح جوجل كروم،
مثلا بهذه الطريقة. طيب كيف أقدر أبدل بين هذه النوافذ؟ أضغط على علامة الويندوز والمفتاح تاب، بإمكاني أنه أتحكم بها النوافذ المفتوحة. عندي هذه مجموعة من النوافذ المفتوحة، مثلا بإمكاني أنه أوصل للفوتوشوب. الاختصار التالي هو عرض خصائص العنصر المحدد. مثلا لو عندي هذا المجلد وحبيت أعرض خصائصه، أضغط على Alt وEnter. طبعا بشكل سريع راح تظهر لي هذه الخصائص. مكان ما أني أضغط على Click Amen Properties، بإمكاني مثلا هذا البرنامج أضغط عليه و Alt وEnter، بشكل سريع راح تظهر لي الخصائص. الاختصار التالي هو عرض التاريخ وإخفائه بشكل سريع. طبعا من خلال نضغط على علامة الويندوز وألت وحرف دي، لاحظ أنه التاريخ راح يظهر. نفس الاختصار بإمكاني أنه أخفي التاريخ من خلاله. الاختصار التالي هو فتح الإكسبلورر. طبعا من خلال أضغط على ويندوز وحرف إي راح تظهر لي الإكسبلورر. طبعا بما أنه أنا مغير الإكسبلورر إلى الجهاز الكمبيوتر، فراح يظهر جهاز الكمبيوتر بشكل مباشر. طبعا الاختصار التالي هو فتح اعدادات النظام. من خلال نضغط على علامة الويندوز وحرف اي راح تظهر لي الاعدادات. الاختصار التالي هو تصغير كل النوافذ. اضغط على علامة الويندوز وحرف ام راح يصغر لي كل النوافذ. الاختصار التالي هو فتح صندوق البحث. من خلال علامة الويندوز وحرف S راح تظهر لي قائمة البحث، بإمكاني أبحث بالأمر اللي أريده، مثلا فيديو أديتور، وبإمكاني أنه أفتح الفيديو أديتور. الاختصار التالي هو التنقل بين تطبيقات على شريط المهام. طبعا علامة الويندوز وحرف T بإمكاني أنه أتنقل على التطبيقات المفتوحة. مثلا لو حبيت أفتح الفوتوشوب بإمكاني أنه أضغط عليه Enter راح يتم فتحها بشكل مباشر. الاختصار التالي هو إظهار صندوق الرموز التعبيرية الإيموجي. من خلال أنه أضغط على علامة الويندوز وحرف زاي أو النقطة راح تظهر لي هذه مجموعة من الرموز التعبيرية، بإمكاني أنه أستخدمهن بداخل الحاسوب، سواء ببرامج التصميم أو سواء بالسوشيال ميديا. الاختصار التالي هو يستخدم للتخفي. يعني مثلا أنا فاتح برنامج وحبيت أخفي هذا البرنامج بشكل سريع جدا من خلال أنه أظهر سطح المكتب. طبعا أضغط علامة الويندوز وعلامة الفاصل اللي هو حرف واو بالعربي. عندما أبقى ضاغط على هذه الأحرف راح يظهر عندي سطح المكتب، وعندما أرفع إيدي من هذه الأحرف راح يرجع عندي البرنامج المستخدم. الاختصار التالي هو استعادة النوافذ المختصرة. طبعا احنا قلنا من خلال الاختصار علامة الويندوز وحرف M راح يخفي لي النوافذ على سطح المكتب. لو حبيت استرجعهن اضغط على علامة الويندوز وشيفت وحرف M راح يرجع لي كل النوافذ المختصرة او المخفية بشريط المهام. الاختصار التالي هو لتكبير النافذة. طبعا نضغط على علامة الويندوز وسهم للأعلى راح يكبر لي النافذة. علامة الويندوز وسهم إلى الأسفل راح يصغر لي النافذة. مثل ما تلاحظون للأعلى تكبير وللأسفل تصغير. الاختصار التالي هو لتصغير جميع النوافذ وإبقاء النافذة الحالية فقط. يعني أنا هسه عندي فاتح فوتوشوب والمتصفح وحاليا فاتح المستكشف أو جهاز الكمبيوتر. لو حبيت أنه فقط الفوتوشوب يبقى مفتوح والبقية كلها يتم تصغيرهم بشريط المهام، طبعا أضغط على علامة الويندوز والمفتاح هوم من الكيبورد راح يتم إخفاء جميع النوافذ والإبقاء فقط على النافذة الحالية. مثل ما تلاحظون فقط هذه النافذة الحالية بقت والبقية كلهم تم تصغيرهم بشريط المهام. الاختصار التالي هو تشغيل المكبر أو عدسة المكبرة. طبعا لو عندي هذا البرنامج به الأيقونات صغيرة وحبيت أنه أكبر الشاشة أضغط على علامة الويندوز مع مفتاح زائد. علامة الويندوز ومفتاح الزائد راح يتم تكبير الشاشة. مثل ما تلاحظون هنا راح تكون كبيرة، وبإمكاني طبعا أختار كمية، مثلا ممكن أكبر 300% 400%، أو ممكن أصغر مثلا إلى 100% وهكذا. وطبعا بإمكاني أنه أكبر النافذة. ولو حبيت ألغي
المكبر أخرج من خلال الكلوز. طبعاً هذه أهم المفردات الخاصة بويندوز 10، إذا ضبطناهن بشكل سهل وبشكل قوي راح نقدر نتحكم بالنظام ونقدر نستخدم البرامج بشكل سهل. إن شاء الله تكون هذه هي المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.